جونايدن الكدش لرم، اهلا بيكم في فيديو جديد. هلو فانزاتي اللي اغلى من خلجاتي، فلوج جديد، يوم جديد، كله حياه، ان شاء الله يبقى كله حياه. النهارده يا جماعه يومنا طويل حبتين تلاتة. الساعه 9:30 وانا لسه يعني صحيت الساعه 9، عقبال بقى ما فوقت بقت 9:30. فالمفروض دلوقتي ان انا هلبس وهنزل عشان رايحه لصحابي عشان هنذاكر، وهنذاكر بجد عشان الامتحانات على الابواب خالص. ف خليكم معايا النهارده، هنروح نفطر دلوقتي. يلا اني هلبس السويتشيرت ده وبنطلون وايد ليج اسود وطرحه سودا. يلا بينا. انا لبست ده الاوتفيت توداي، وهلبس عليها التوت باك دي، هلبسها الساعة بقت 11 وكل، فأنا لازم أحضر الشنطة دلوقتي حالا عشان أنزل. قلتلكوا إن أنا هاخد التوت باك دي، هي دي يا جماعة صديقة الرحلة، التوت باك دي. صلاة الجمعة شغالة برا، فيا رب انزل قبل ما الجامعة تفرش عشان مبعرفش اعدي. هناخد معانا كشكول بتاع المحاسبة الله يحرقها. هاخد معايا ملازم المحاسبة، لما بقى يعني هي فيها الآلة الحاسبة، خدت الحاجة عشان منسيش. هاخد الهاند فري عشان اعرف اتكلم معاكم في الشارع كده. عايزة احط الغسيل. استوقفني ان انا كل ما اجي اصور الاقي حد منهم داخل عليا بيوقفني عن التصوير. فيا جماعة اي حد يجي ياخدني من البيت ده، شكرا.
جميعا، انا في الشارع حاليا في طريقي الى صحابي. ابديت يا جماعه، انا الساعه دلوقتي 1 وانا وصلت عند بسمله. دلوقتي هنبتدي مذاكره جماعه بجد انا مش فاهمه الجو صيف ولا شتاء. نفسي شتاء قوي، ده هدوم شتاء، بس الجو حرر فجاه. لا انا مش فاهمه الجو حرر فجاه ليه. ما الناس دعوه بالراجل بينزل تحت ده. وكمان يا جماعه انا اكتشفت ان الناس كمان اللي في الشارع ضد اني اصور. انا هعتزل الموضوع ده خلاص، شكرا. ابقوا معانا. احلام قولي باي. احلام يا جماعه تطلع بايديها، بس هم كلهم هيطلعوا بايديهم عادي كده. جماعه كلهم بيشربوا من الحمام. بسمله الشهيره بوسي هتقول هاي بايديها. اقول المكان فين؟ قولي هاي بايديك هنا. دي قلت لكم كلهم هيطلعوا بايديهم، مش حد يطلع بوشه ابدا. دلوقتي يا جماعه بنحل المحاسبه، وعندنا ميس بسمله قاعده عملت بتقول لي ما تكتبيش قديم وجديد، وانا عملت زعق لي، وانا هقدم لها شكوى. الفيديو ده هيروح للمدرسه. ابديت يا جماعه، الساعه 4:10، خلصنا مذاكره المحاسبه، مش قوي يعني، لسه فاضل لنا مساله صغيره. طبعا ده شكلي بعد مذاكره المحاسبه، ربنا ما يوعد حد ان هو يذاكر محاسبه خالص. ف دلوقتي هناكل احنا ما سمعتش، وهنذاكر وهنرجع نذاكر تاني، وبعدين هروح. دلوقتي اعملوا هاي، قولوا هاي بايديكم. اه يا جماعه في اسماء جت، طبعا هي متاخره، بتبقى على طول اخر واحده متاخره. هاكل واجي. في رحلتي انا واحلام الى بيتنا بالمواصلة الشهيرة المصرية التوك توك. ابقوا معنا. ابديت يا جماعة، الساعة دلوقتي 5:35، وانا مروحه البيت. طبعا مش عارفه اطلع لكم بوشي عشان انا في الشارع ومكسوفه ارفع التليفون الصراحه، ومش هبين لغتي طبعا. فالساعه 5:35 وانا رايحه ومروحه البيت دلوقتي، وهنكمل مذاكره هناك. باي. بيت يا جماعة، الساعة 8:15، وانا هذاكر من ساعة لما جيت، من الساعة كام، من الساعة 5 وانا قاعدة على السرير عاملة كده، بس بعملش اي حاجة تاني. فكده كده اتغديت عند صاحبتي، فقاعدة دلوقتي المفروض هذاكر، وبعدين هتعشى، وبعدين هنام، عشان بكرة عندي صحيان بدري ويوم طويل برضك، وده هيبقى فيديو تاني بتاع بكرة ده. فيا جماعة والله كان بودي ان انا اطلع لكم بسويت شيرت عادل، بأي حاجة عادلة، بس انا قمت من على السرير بالعافية، فكويس جدا ان انا طلع بده، احمدوا ربنا. بس فدلوقتي هذاكر محاسبه يا جماعه، عشان المحاسبه ما بتخلصش. احنا انا عندي 16 ماده، فانا هفضل طول السنه بذاكر في محاسبه بس. 16 ماده دول بعملهم في ايه؟ كوبايه شاي ساده ليله الامتحان تتلم بس. لكن المحاسبه حسبنا الله ونعم الوكيل، المحاسبه دي ماده غير طبيعيه بالمره، وشابوا للمحاسبين يا جماعه، كل الدعم. خليكم معايا بقى وانا بذاكر المحاسبه اللي ما بتخلصش. مين زي يا جماعه يفضل
بالليل قبل ما ينام يقول انا هقوم اعمل كذا وكذا 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 وهروح هنا وهاجي هنا في الاخر بقوم الصبح، وفعلا كلام الليل بيصبح رماد والكلام ده كله، ما بعملش اي حاجة وبفضل قاعدة في البيت ما بعملش اي حاجة. فايه حل التسويف ده؟ انا لو دلوقتي لسه ما عرفش، ولو عرفت هقول لكم، ولو انتوا عارفين قولوا لي ننفع بعضينا يعني. فبس انا هذاكر، واه يا جماعة هوريكم حاجة، استنى رح الساعة واحدة. ما قلت ان انا مش قادرة اذاكر ومليش مزاج اذاكر النهاردة، وايه واليوم كان مقفول وسهرت وبتاع، فقلت ايه انا مش هذاكر هقوم ايه الحمد لله، قلت مش هذاكر وايه هقوم بس ارسم لي كده حاجة كده صغيرة عشان افسد دماغي بس قبل ما انام. الحاجة الصغيرة دي يا جماعة اخدت مني 3 ساعات، يعني انا ما قدرتش اذاكر الساعة وقعدت 3 ساعات برسم. فجأة لقيت الساعة 3 الفجر. ليه؟ عشان الرسمة دي، والرسمة كمان مش مظبوطة، يعني عشان انا كنت بعملها وانا نايمة بس قعدت 3 ساعات فيها. دي اللي قعدت فيها 3 ساعات، هي دي. ليه؟ محدش يسألني. دي قعدت فيها 3 ساعات بك بقى وزرع وحاجات كتير كده، مش عارفة اقول ايه صراحة، وكمان جيوب الانفية ممرمطوني. فشكر شكر. ديت جديد الساعة 9، وانا مذاكرتش كتير الصراحة، حليت مسألة او مسألتين وقررت ان انا هنام. انا هنام عشان الصراحة مش قادرة اكمل كده. وصلنا لاخر الفلوج النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. فبس كده، باي فانزاتي اللي أغلى من خلاجاتي.